كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار البحار. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذه الحلقة الأولى من برنامج عصر الخلافة الراشدة. فيه ننظر إلى هذه الأيام المجيدة عصر الخلافة الراشدة لنرى كيف صنع أولئك الخلفاء هذا المجد الكبير وهذا المجد التليد، كيف حكموا دولة تضم ملايين البشر يختلفون في الأعراق والأديان واللغات وحكموها بعدل، كيف لم ينبهروا أمام القصور والزخارف وفسائح العمران ومعالي البنيان وهم المنطلقون من الجزيرة العربية القاحلة، كيف أخرجوا هؤلاء الناس من الظلمات إلى النور في واحدة من أسرع وأعجب عمليات الفتوح عبر التاريخ. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوأ. ربما يسأل سائل، إذا عرفنا هذا فكيف نستفيد منه في واقعنا الآن؟ واقعنا مليء بالدماء والأشلاء والمظالم، الأمة تعيش حالة من الضعف والقهر والهزيمة أمام عدوها، والفارق الكبير بين الأمة وبين خصومها، وما ينزل في ساحاتها من البلايا ومما نراه يوميا. الواقع أيها الإخوة الأحباب أنه لا يمكن أن نغير هذا الحال إلا إذا عرفنا واستوعبنا وهضمنا كيف انتقل الخلفاء الراشدون بالأمة الإسلامية من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة التمكين، ومن مرحلة الدولة الإقليمية إلى مرحلة الحضارة العالمية. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الغالية الخالدة: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولا يمكن لنا أن ننفذ هذه الوصية من نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إذا عرفنا كيف كانت سنة الخلفاء الراشدين. بداية، ما هو الخليفة؟ الخلفاء جمع خليفة، فما هو الخليفة؟ الخليفة كما يصفه العلماء هو سمي بهذا الاسم، اسم الخليفة، لأنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مهمته. ما هي مهمته؟ هي حراسة الدين وسياسة الدنيا به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم على أمر هذه الأمة في هذا الأمر. حراسة الدين يعني إقامة الدين والحفاظ على الدين والتمكين للدين، وسياسة الدنيا به يعني سياسة مصالح المسلمين الدنيوية طبقا لما جاء به الدين. فمن هنا سمي حاكم المسلمين الخليفة لخلافه لرسول الله. فالإمامة خلافة للنبوة، موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا. هذا معنى الخليفة. إذن هل كان للخلفاء الراشدين سنة؟ ألم يكتمل الدين في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قد يسأل سائل، لماذا نحتاج أصلا إلى أن ننظر في سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وقد اكتمل الدين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الواقع أيها الإخوة الأحباب أن قول النبي فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هذا هو من تمام الدين. يعني من تمام الدين أن ينصحنا النبي ويوصينا ويأمرنا بالتزام سنة الخلفاء الراشدين. لماذا؟ بداية، سنة الخلفاء الراشدين المقصودة هي سنتهم في الحكم والسياسة، إذ ليس للخلفاء الراشدين تعاليم دينية في الشعائر أو العبادات أو المعاملات التي تدور بين المسلمين، فهذا أمر أقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الخلفاء الراشدين لهم خصوصية، أو النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية
هناك عدد من الأحكام يحتاج المسلمون أن يعرفونها في ظل غياب النبي. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يصطفيه الله تبارك وتعالى، لا يختاره الناس، فحيث لم يكن للمسلمين نبي فلا بد أن يتعلم الناس كيف يختارون حاكمهم، لأنه يعني لن نصطفي نبيا ولن ينزل علينا وحي من السماء باختيار الحاكم، فلا بد أن نتعلم من سيرة قوم هم بشر ليسوا بأنبياء كيف يختارهم المسلمون ليكونوا حكاما عليه. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم موصول بالوحي، فهو في سيره صلى الله عليه وسلم إن فعل خلاف الأولى أو فعل يعني ما يوجد ما هو أفضل منه أو حتى أخطأ سياسة، فينزل الوحي بتصحيح فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حيث سيموت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله فإنك ميت إنهم ميتون، فلا بد أن يعرف المسلمون كيف يمكنهم أن يحكموا في فترة انقطاع الوحي. يعني من يحكم المسلمين لا بد أن يكون للمسلمين نموذج ينظرون إليه يهتدون به يقتدون به، وهو نموذج بشري منقطع عن الوحي. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي موصول بالسماء، فلا يملك مسلم أن يخالفه لا في اجتهاده ولا أن يصل بهذه المخالفة والمعارضة إلى حد القتال مثلا أو الخروج. فمن يقاتل النبي ليس مجرد معارض، وإنما من يقاتل النبي فهو كافر، يكفر ويرتد بهذا، فالنبي هو صاحب الدين. فكان لابد للمسلمين حيث سيموت النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون لهم فترة نموذجية مثالية تمثل القدوة التي يقتدون بها ويهتدون بها في حال عدم وجود النبي، فيكون المعارضة لهذا الحاكم البشر الذي يجتهد برأيه وبالشورى الذي لا يرتبط بالوحي وقد يصيب وقد يخطئ، لابد أن يكون للمسلمين فقه في التعامل مع هذا الحاكم في معارضته حتى في الخروج عليه. فكل هذا هو أمر لم يكن يتصور أن يحدث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لابد من وجود فترة يحكم البشر فيها المسلمين يقتدي فيها المسلمون بهذه التجربة. فلذلك من تمام الدين أن يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنة الخلفاء الراشدين. الفترة التي حكم فيها الخلفاء الراشدون هي دليل على صلاحية الإسلام للتطبيق، وأنه دين عملي يستطيع أن يحكم الدنيا وأن ينظم أمورها بقيمه وتعاليمه. هناك كتاب لباحثة إيطالية اسمها ماريا لويزا برنيري، هذا الكتاب يتحدث عن المدن الفاضلة في التاريخ. تقول في هذا الكتاب، هي طبعا تستعرض كل تصورات الفلاسفة والمصلحين للمدينة الفاضلة من جمهورية أفلاطون ويعني يوتوبيا توماس مور وغيرها من النماذج العديدة التي فاضت بها الفلسفات الشرقية والغربية للمدينة الفاضلة. من الطريف أنها في نتائج بحثها الذي وصلت إليه تقول إن كل هذه التصورات لم يتحقق منها ولا تصور واحد، حتى إن بعض الفلاسفة امتلكوا سلطة التوجيه والنداء وبعضهم امتلك سلطة التنفيذ، لكن كل الفلاسفة فشلوا في تحويل تصورهم للمدينة الفاضلة إلى نموذج عملي موجود على الأرض. ففترة الخلافة الراشدة التي عاشت 30 سنة تحكم هذا العالم الواسع الممتد، الخلفاء الراشدون كانوا يحكمون نحو ثلث العالم القديم المعروف، وكانت تمتد دولتهم يعني حتى أبواب الهند وفي أرمينيا وأذربيجان وإلى نهاية تونس وبلاد النوبة، طبعا فضلا عن كل الجزيرة العربية. كل هذه الحدود كان يحكمها
الخلفاء الراشدون، وكانت تضم مئات يعني مئات الآلاف والملايين من البشر على ما بينهم من خلاف. ففترة الخلافة الراشدة هي أبرز دليل على صلاحية الإسلام أن يكون دولة عالمية، وأنه نموذج يتم تطبيقه بالفعل وعاش لهذه الفترة. ثم امتدت دولة الإسلام، صحيح نزلت عن مستوى المثالية الذي كان في فترة الخلافة الراشدة، لكن هذه الفترة النموذجية دليل على صلاحية الإسلام للتطبيق. الأمر الآخر في أهمية عصر الخلافة الراشدة أن هذا العصر عاش 30 سنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة. هذه 30 حصل فيها من التقلبات والحوادث والمتغيرات ما يشتمل أحوال الدولة جميعا. يعني فترات التأسيس كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فترات القوة والنهوض والازدهار والرخاء كانت في فترة سيدنا عمر وسيدنا عثمان رضي الله عنهما، فترات الفتنة والأزمات الداخلية والحروب بين المسلمين كانت في الفترة الأخيرة من عصر سيدنا عثمان وفي عصر سيدنا علي رضي الله عن الخلفاء أجمعين. فهذه الفترة التي شملت كل تقلبات الدولة تمثل قدوة للدولة الإسلامية في كل فتراتها، سواء كانت الدولة الإسلامية، يعني سواء كان المسلمون في فترة تأسيس أو في فترة نمو أو في فترة تمكن أو في فترة رفاهية أو في فترة فتن وحروب وغروب، يجدون في كل هذا من فقه الخلفاء الراشدين ما يغنيهم في إدارة أمورهم المعاصرة. فترة الخلافة الراشدة كذلك تنجينا من التيه بين الأفكار والاضطراب بينها. المطلعون على الفلسفة الغربية مثلا يعرفون أن الفلسفة الغربية هي غابة ضخمة ومتشابكة من الأفكار والآراء والتوجهات والتصورات، لأنه ليس لديهم شيء مقدس، لا لديهم نصوص معصومة يرجعون إليها، ولا لديهم فترة تمثل قدوة نموذجية وفترة مثالية يرونها تصلح للاقتداء. فلذلك يضطربون كثيرا في مسألة التوجهات، وينتقلون من الإقطاع إلى الرأسمالية، وتغزوهم أحيانا الشيوعية والليبرالية، حتى إن الفلسفات الغربية تنتج مصطلح ما بعد كذا. ما بعد كذا كأنه كما يعني يقول الباحثون في هذه الشؤون، كأنهم آمنوا بأن شيئا فقد صلاحيته ويحتاج إلى تجديد، ولكنهم لا يعرفون الذي بعده. هذا التيه والاضطراب الكبير لا يمكن أن يحدث في الفكر الإسلامي، لأن الفكر الإسلامي محكوم بنص معصوم وهو القرآن والسنة، ولديه الفترة التاريخية التطبيقية التي تمثل نموذجا. فاختيارات الخلفاء الراشدين وسنتهم هي مما يلزم المسلمين فلا يقع بينهم كل هذا القدر من الاضطراب. ففترة أبو بكر مثلا جاءت بمسائل كاختيار الخليفة، الشورى هل هي معلمة أم ملزمة. فيما بعد جاء عصر سيدنا عمر بمسائل الفتوح ومعاملة الشعوب المغلوبة وأمور في الأموال وتنظيم الدولة. فترة سيدنا عثمان جاءت بتعدد المرشحين للخلافة، كيف يتم التعامل مع المعارضة السلمية أو المعارضة المسلحة. وفي هذه الأشياء الكثيرة هناك إجماعات تمثل ثوابت لدى المسلمين، مثل ضرورة السلطة لإقامة الدين، لابد أن يكون الدين في دولة، وإلا فالصحابة رضوان الله عليهم اختاروا خليفتهم ولم يدفن رسول الله بعد، فعرفنا أن نصب الخليفة من أوجب الواجبات. وإلا الخلفاء الراشدين جميعا لم يمضي على وفاة الخليفة السابق 3 أيام إلا وكان المسلمون قد اختاروا خليفة جديدا. فضرورة السلطة للدين والإسراع بنصب الخليفة والجهاد في سبيل الله، الحفاظ على دين الناس وتطبيق الحدود، كل هذه من الأمور التي تمثل إجماعات للخلفاء الراشدين والتي يلتزم بها المسلمون، ولا تمثل عندهم نوعا من الاضطراب أو التيه الذي يتقاسم الناس إذا لم يكن لهم مثل هذه الفترة المثالية التي تمثل قدوة. من أهمية فترة الخلافة الراشدة كذلك أنه منها نفهم روح الحضارة الإسلامية، وهذا أمر مهم.
الحضارة الإسلامية هي حضارة الإنسان قبل أن تكون حضارة البنيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الآن لو سألنا حضراتكم ما هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، بعضهم قد يقول العصر الأندلسي، بعضهم قد يقول العصر العباسي، بعضهم يتكلم عن العمائر والفنون والعلوم والزخارف والتقدم التقني. بينما الحقيقة أن المسلمين قد حسم لديهم هذا الأمر بهذا الحديث: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لقد انتهى عصر الخلافة الراشدة، وليس للمسلمين مباني ضخمة ولا قصور مشيدة ولا زخارف متنوعة ولا حتى تقدم تقني كبير في العلوم. وهذا هو نفهم من هذا انحياز الحضارة الإسلامية. كان عصر الخلافة الراشدة هو عصر الإنسان، هو العصر الذي تحققت فيه عدالة الخلفاء الراشدين في البشر، العصر الذي كان يملك فيه الرجل أن يهدد الخليفة وأن يعارضه ولا ينتقص ذلك من حقه شيئا، ويستطيع رجل غريب أن يصلي في الصف الأخير خلف أمير المؤمنين عمر ويقتله، يستطيع أحد الناس أن يحاول اغتيال الخليفة ويعفو عنه الخليفة كما حصل في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه، يستطيعون أن يجاهروا بمعارضتهم ومع ذلك لا ينقص ذلك من حقوقهم شيئا. انحياز الحضارة الإسلامية للإنسان هو انحياز قبل انحيازها للحكام وقبل انحيازها للعمران والبناء. فكل يعني الحكم الأخلاقي للحضارة الإسلامية على عصور العباسيين والعثمانيين والأندلسيين هو في النهاية حكم سلبي، صحيح نستدل به على ما كان لدى المسلمين من علوم ومعارف، لكن إذا تاق المسلمون لإعادة مجد قديم فإنهم يتوقون لعصر الخلافة الراشدة لا لعصر الأمويين ولا العباسيين ولا العثمانيين. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهار، لم نخش طاغوتا يحاربنا ولو نصب المنايا حولنا أسوار. إذن عصر الخلافة الراشدة هو عصر نفهم منه كثيرا من الأمور. الأمر الأول هو صلاحية الإسلام للتطبيق، وأنه يدير دولة عالمية ويستطيع المسلمون أن يحكموا هذه الدولة العظمى بعدل. الأمر الثاني أنهم يستطيعون أن يحكموا هذه الدولة العظمى بأخلاق، فلا تعارض بين السياسة والأخلاق في ضمير المسلمين. الأمر الثالث هو أن المسلمين قادرون على أن يقيموا حضارة عالمية ودولة كبرى حتى في فترة انقطاع الوحي وغياب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الأبطال التاريخيين في التاريخ الإسلامي قد يقسو عليهم المؤرخون المسلمون أو العلماء، رغم أن هؤلاء أنفسهم لو كانوا في سياق آخر لكانوا من المؤسسين والفاتحين والعظماء. لماذا؟ لأن المسلمين يقارنونهم دائما بالخلفاء الراشدين. المسلمين لديهم النموذج الأخلاقي والمعياري الذي يقيسون عليه بقية أبطالهم التاريخيين، بينما غيرهم ليس لديه هذا النموذج، فالقوة هي الحكم والنتائج المادية هي التي تحدد مستوى العظمة. مشهور قول من قتل أخي عمر رضي الله عنه حينما قال له عمر: والله لا أحبك حتى تحب الأرض الدم. فقال: أو منعي هذا بعض حقي؟ قال: اللهم لا. قال: فاحبب أو ابغض، فإنما تأسى على الحب النساء. كان هذا العصر هو العصر الذي عصر الإنسان الذي يستطيع الإنسان أن ينام فيه آمنا في داره، آمنا على حقه، آمنا على رزقه، لا يتأثر ذلك بموقفه السياسي ولا بموقفه ضد الخليفة. فلو كان قاتل الخليفة نفسه لاستطاع أن يعيش وأن يضمن حقه كاملا.
الواقع أيها الإخوة الأحباب أن عصر الخلافة الراشدة هو العصر الذهبي للحضارة الإسلامية، هو التطبيق العملي للإسلام، هو النموذج الذي يقتدي به المسلمون في مسيرتهم في الحياة. استيعاب هذا، فهم هذا، هضم هذا، هو الكفيل بأن نعود ونجدد أمر هذا الدين، وأن نخرج من حالة الاستضعاف التي تحيا فيها هذه الأمة إلى حال النصر والتمكين إن شاء الله. سنستعرض في الحلقات القادمة بعضا من موضوعات هذا العصر لكي نركز عليها ونلقي عليها الضوء ونقارن بينها وبين ما يكون في الدولة العلمانية والحضارة الغربية، ليظهر الفارق كما قالوا وبضدها تتميز الأشياء. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا جبالا في الجبال، وربما سرنا على موج البحار بحاره.